يلا كابتن بشير اخر سؤال. لاعب من هذا الثلاثي لو كان بيلعب قدامك ما كنتش قدرت عليه، كريستيانو، صلاح، ميسي؟ سؤال صعب قوي. يلعب على الاقل. طب انا زي يعني مين مش تقدر عليه في دول يعني؟ لا بص، انا بنتمي لابن بلدي او لمصر يعني. لا لا ثواني بس، دي ما فيهاش مجاملات. لا انا بحب محمد صلاح. ايوه بتجامل في ايه؟ حب وكره. مين ما تقدرش عليه؟ مين اللي ما تقدرش عليه في الثلاثه دول؟ مش اجمد واحد ممكن يخضك، مش هتقدر. مش يعني في واحد من الثلاثه دول انت مش هتقدر تلعب قدامه، هيتعبك. كريستيانو مين وصلاح ومين؟ وميسي. لا كريستيانو. لا وابن بلدك. انا بقول لك كريستيانو. لا انت بتكلمني على حاجه انا بحب اللي انا مش هتقدر عليه. هو كريستيانو طبعا يعني تقدر على صلاح وميسي. لكن كريستيانو لا. لو سمحت بقى سيب لي الطلعه دي. طيب قول لي ايه ده. مش هتقدر على كريستيانو. هتقدر على ميسي؟ اقول لك ليه. قول لي. يعني كريستيانو بيمتاز بحاجات كتير مع عنده، زي مثلا بيلعب بهيدرز، انا ما عنديش في الهيدرز كويس. ايوه معايا. السرعه بتاعته اللي هي موجوده برضو من اللعيبه السريعه. ميسي مش سريع زي كريستيانو. انت اسرع من صلاح. انت بتتكلم في كريستيانو ولا في صلاح؟ لا في كريستيانو. طب خلاص ده حاجه. يعني كريستيانو اسرع من صلاح؟ كريستيانو سريع جدا. لا والله. طبعا كان في بس مش بكلمك بس انت هتقدر على ميسي بقى، هتوقف ميسي؟ بص الحمد لله لو قطم كده ولا قطم كده حر يا كابتن ويب. بص ثواني بس اقول لك على حاجه. بص اقول لك على حاجه. بص يا ابو بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش حد يعرف يرقصني. شوف انا بقول لك اهو الا كريستيانو. يعني انا بقول لك بيمتاز بالحته اللي هي الهيدرز والسرعه، يعني في حاجات عنده بيمتاز بيها. لكن الناس اللي اجسامها نفس اجسامي صعب. انا بقول لك يعني اديك مثال مش بقى طبعا مع الفرق المقارنه. لما انا قلت لك وانا في اول حلقه قلت لك انا لعبت سير دي باك. لعبت ليه سير دي باك؟ كان في لعيب في الهلال او تقريبا في اهلي جده اسمه خالد قهواجي. طبعا كان قصير. اللعيب ده كان قصير وسريع وكان عامل ازعاج في البطوله العربيه هنا في مصر. تقريبا سوبل او الين هاريس. قال لك اللعيب ده مش انا بلعب باك وده بيلعب وسط ملعب طبعا وعامل قلق. قال لك عامل قلق بس بس مع مين؟ ايوه انا جاله نفس بتاع يجي بس اتغلبت. الاهلي اتغلب. لا 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 كسبنا الاتحاد. لا 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 كسبنا. مش في السوبر اللي كان هنا. لا لا مش سوبر، كان في البطوله العربيه. كان بطوله عربيه. بطوله عربيه كسبنا 1-0. لاعب عليه مان احمد في لعيبه كتير. فاللعيب اللي بقى في جسمي وبنفس سرعته او هو يعني جسم ميسي زي جسمك محمد صلاح ولا ما اديك التشابه اللي اقدر العب عليه. لكن كريستيانو لا عنده حاجات تانية مختلفه تماما. ايه رايك بقى في الرد؟ ماشي ممكن ولا مش ممكن؟ يا كابتن من المنصوره. يا كابتن ايه من المنصوره؟ لا مش هتقدر عليه يا مهي. لا مش طب انت لو